تحسبني. اختي عفاك دكتور، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. دكتور عفاك، بغيت نهضر معك على قبل. الوالد عنده سكر وهذه ما كيطلع له شويه، كياخذ الفانيد. وعلى داك الماء والبصله والعسل وداك الشيء، كيفاش الطريقه اللي غادي يدير لها؟ هو ماكيش تعطيه العسل، غتعطيه زيت الزيتون على الريق 3 معالق كبار مع 5 الصباح، تعطيه قبل الافطار، وتعطي عصير البصل 50 غرام في كاس كبير الماء مغلي، وغتشربوا يشرب الكاس الاول قبل الافطار بالنسبه بربع ساعه، ومع العشرة الصباح، وقبل الغداء بربع ساعه، ومع الربعة العشيه، وقبل العشاء بربع ساعه، ومن يجي ينعس هاد 5 حتى 6 المرات. ولكن ممنوع المواد الحيوانيه الا السمك، يكون طاجين، والخضره بزاف كثر فيها المعدن، 1.5 كيلو في النهار. اذا هذا الاسلوب بعدا غادي يعاود غير ينقلوا القنوات الدمويه، ويعاود يطلع قنوات جديده، وهذا هو اللي غادي يضمن حسن اشتغال ديال الكبد والبنكرياس. يلا سجلوا، ومن تنجحوا عمموا. والاسلوب اللي كنا نشرناه صدقه جاريه، دابا كثير الناس الحمد لله تيتبعوا، شهدوا شهاده، قالك ما عمرنا ما خفضنا السكري الا عن طريق هذا الاسلوب. ما هو؟ زيت الزيتون على الريق، الماء البصل قبل وجبات الاكل بالطريقه اللي تكلمنا، طاجين الحوت والخضره ما طيباش، وداك الماده اللي تنعطيكم في سبيل الله، نص معلقه صغيره مع شويه الماء دافي، خليوها ربع ساعه تنصفيوها وتنشربوها قبل الغداء وقبل العشاء، وتنشربوها عند الاستعجالات. اذا هذا الاسلوب الاسبوع الاول بدات النتائج الاولى، دليل انه التنقيه في السكري اساسيه ومحوريه. نعم. خديجه من مراكش، السلام عليكم. عليكم السلام. انا اختي امينه، لاباس عليك؟ بخير الحمد لله، الله يبارك فيك. كيداير الدكتور؟ لاباس عليك. مرحبا، نهاركم مبارك. الله يبارك فيك. بغيت نقول لك الدكتور، الوالد ديالي فيه السكر، كاين كيعمل الانسولين شحال هذه، ودابا قطعه، ودابا كياكل التمر مع الصباح. تنقول لي راه التمر زعما ما خصكش تاكلو، هو كياكلو. بغيت زعما شي ريجيم، واش كاين شي ريجيم اللي ينقص ليه السكر؟ بغيت نشكرك الدكتور على داك المعدنات اللي قلتي، راه طيح لي حجر من الكلاوي. مبروك عليك. اذا الناس اللي تيديروا الله يسر ما عندهم عقل. الاطباء ما شاء الله عليهم، مي يسمعوك هذا النجاح ويبداو يعطيو المعدنات في التغذيه، غادي يقدر يجنبوا كثير الناس الليزر. كثير الناس يجنبوا من الليزر والفشل الكلوي، حيت الليزر تيضرب الكلاوي وتضعف الكلاوي وتسبب الفشل الكلوي. نسولك الدكتور. نعم. الله يجازيك بخير، عندي النوع اللي قلت لك تلاحظته، نوع الفوسفات. فين تاكل انت؟ في خريطه ولا فين؟ مراكش. واش ممكن ندير الباربان نستعملها ولا لا؟ الباربان مزيانه، الباربان مزيانه. واخا عندي نوع الفوسفات. هو القاعده ميتا تقدم مواد بحال الاسيد اوكزاليك اللي كاين في البربه مثلا، غادي يبدا يهرس لك داك، غادي يقلب على الكالسيوم اللي كاين في الفوسفات اللي عندك تما، بدي يجرو عنده. ولكن ضروري ما تستعمل الماء والبصل والعسل مع خل التفاح من جهه، 3 حتى 5 مرات في اليوم، زيت الزيتون على الريق او مع الثومه، وعصير البربه مع المعدنوس والثوم والتفاح 5 إلى 6 مرات، غيكون مهم جدا علما. البربه دكتور واش طيبه؟ خضر. الله يعطيك العقل. يلا السلام عليكم. نعم، شكرا لك خديجه من مراكش، شكرا على اتصالك. طيب دابا اتصالاتكم على 0522 36 10 36، اسماتكم على 5566. السلام عليكم. اسمات يقول الوالد ديالي عنده السكر وتقاسوا ليه كلاوي، ورجله اليمنى منفوخه بزاف، عطاه الطبيب الانسولين 14/6. واش كاين شي علاج طبيعي للكلاوي؟ على كيف تكلمنا، احسن علاج للفشل الكلوي على مدى الحياه عقله، اللي عنده شي حد عزيز وفي الفشل الكلوي، هادو الناس لقاو نتائج في 3 أسابيع الاولى، واخا يكون تيدير 3 الحصص في الاسبوع، واخا ما تيبولش، غير لاحظ ان لو بديتي تيدير زيت الزيتون على الريق 3 معالق كبار مرقده فيها الثومه مع 5 الصباح 2 ساعة قبل الافطار، غادي ياخذ عصير البصل 30 غرام مع عسل 30 غرام عسل سيدر اولا، تيرقد نص ساعه وتياخذوا مع 7 الصباح قبل الاكل بساعه، وياخذوا مع 10 الصباح وقبل الغداء بساعه، وياخذوا مع 4 العشيه او قبل العشاء بساعه، ومن يجي ينعس الاسبوع الاول جسمه ما تيبقاش داك العيا. هادو كلهم 8% ديال الناس اللي عندهم فشل كلوي تيشهدوا هاد الشهاده، وعندي عندي المئات باش ما نقولش، عندي اكثر من 2000 حاله اللي نجحت. مزيان. اذا فهادو كلهم اللي تيشهدوا هاد الشهاده هادي بينوا على انه بقاش داك العيا ديال المفاصل، حتى لا دخلوا الدياليز تيحسوش بداك العيا. الغريب في الامر انه من بعد 3 أسابيع اللي ما تيبولش بدا تيبول، واش زيت الزيتون صعيب؟
واش البصر ولا عسل صعيب. هذه هديات كل واحد عنده فشل كلوي على مدى العالم والزمان والمكان. اذا الله يرضي عليكم تكلموا واخا وحاولوا تقربوا لهذا الخير. ثالثا الناس اللي عندهم السكري وتيديروا والناس اللي عندهم السكري وتيديروا الانسولين عوض ما يديروا البصل والعسل غادي يديروا 30 غرام ديال البصل العصير مع كاس الماء مغلي ويديروا خل التفاح معلقه كبيره او جوج معلقات ديال المعدنوس وياخذوا كذلك في التوقيت اللي ذكرنا ساعه قبل الافطار مع العشرة الصباح كاس عاود قبل الساعه قبل 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 الغداء مع العصر ربع العشيه قبل العشاء بواحد الساعه وعند النوم. هذا الاسلوب الى تبعناه مع تجنب كل مواد الحيوانيه الا السمك الابيض اللي فيه الشوك ثم الاكل تاع المعدنوس بزاف ونحاولوا نستعملوا الثوم والمعدنوس وممكن حتى المرجان انه يكون نقي بشرط عندك تاخذوا شي مرجان ما يكونش في المستوى. هكذا غادي يمكننا نضبطوا الفشل الكلوي ثلاث أسابيع الأولى غادي الجسم ديبول ممكن خمس أسابيع حسب الجسم والقدرات والقدرات ديال كل شخص. ثانيا أنه غادي نحسوا أنه داك العيال اللي تيكون مبقاش وعندي ناس قبل ما يمشيو للفشل الكلوي كانوا مهددين بالفشل الكلوي مني تبعوا منهم شاب عنده شي 30 سنة تبع في المركز ديال فاس مني من بعد ثلاث أسابيع ممكن خمس أسابيع من رجع للوبيتال مبقاش الاستعجال وتعجبوا الأطباء ليس فقط حتى الناس اللي تبعوا الماء والبصل لمدة ثلاث أسابيع. بنيت عندها 18 سنة في أكادير أنه الطبيب شاف بونسيون نزلت من 17 كان طلع 17 تدبر 14 وبدأت تتبول فالاستعجال ربحناه والعياء تاع البنية ربحناه وعند الباكر العام الله ينجحها. إذا تمكن لها حاليا تمكن لها جسم يخف ميبقاش داك العياء وهكذا تمكننا نقضوا كثير من الناس من الفشل الكلوي من الناس اللي تيديروا التصفية والناس اللي غادي مهددين بالفشل الكلوي مازال ما تيديروا التصفيه يمكننا نعفيهم من هذه الحاله. اذا فنعمموا هذه الوصفه من هذا البلد الطيب. نعم طيب نذكروا طبعا ان الاتصالات ديالكم غتكون خاصه ان شاء الله على مرض السكري نرجو ان الاتصالات تكون في هذا السياق وكذلك حتى الرسائل ديالكم هكذا باش نقدروا نقراو طبعا الرسائل اللي في هذا الموضوع. اتصالات على 0522 36 10 36 عبر الاس ام اس 5566. ناخذ غنيه ممتازه. السلام عليكم. عليكم السلام اختي. مرحبا غنيه. السلام عليكم. انا اختي بخير لاباس عليك؟ الحمد لله الله يبارك فيك. السلام عليكم دكتور العجالي. مرحبا خويا بغيت نهضر معك الله يحفظك اسمح لي بزاف. نعم تفضلي اختي. انا عندي الكواتر. نعم اوكي. انا فاتحه عليهم فهمتي وكنشرب الدواء ومزوجه هذه 7 سنين وما ولدتش. عندي لي كيس في المبيض فهمتي عندي لي كيس في المبيض يعني في المبيض بجوج لي كيس بجوج عندي يعني الزوج ديالي ما عنده والو انا اللي عندي المشكل فهمتي. نعم ودابا كندير الماء والبصل كنشربو وكندير الدغموس كنشربو الصباح في العشيه وكندير العسل ديال الدغموس كنشربو الصباح في العشيه مع البصل ومازال ما عطاتش شي نتيجه وما عرفتش شنو ندير. غنيه ما عندكش مشاكل في السكر ياك؟ لا ما عنديش اختي. طيب الله يجازيكم بخير. نتوما مرض واللي مريض ما تيكذبش فكتدوزوا عند هند وكتسولكم واش مرض السكري ولا لا وكتقولوا ليها اه. فاحنا واخا غادي تطلعوا في لونطين الا ما بغيناش نجاوبوا راه ما غاديش نجاوبوا. فاذا رجاء اللي مريض راه تيطلب الله يشافيه وما تيكذبش. فاذا خلونا في الموضوع الله يجازيكم بخير. وهذا اخر سؤال غادي نجاوبوا عليه خارج الموضوع بعد الفاصل. ثلاث اخرى دائما في موضوع السكري تفضل. هو دائما لاحظتي بالنسبه للكيس بشكل عام باش نركزوا على مرض السكري وما نعطيه حقه الكافي انه ديما البصل والعسل 30 غرام بصل عصير زائد 30 غرام عسل يكون في الحاله سيدر او يكون زكوم مثلا انه تيرخد نص ساعه تناخذوه الوجبه الاولى مع 7 الصباح ساعه ونص قبل اي اكل الوجبه الثانيه مع داك العشرة ونص ديما ساعه ونص قبل اي اكل وناخذوا مع ربع العشيه بنفس القاعده ديما تنوجدوا بصل عسل جديد وتناكلوا في البلاصه ملي تنبغيو ناكلوا الوجبه الثانيه تنوجدوها جديده وفي البلاصه تناكلوها. اذا عندنا 5 مرات هذا الاسلوب تناكلوا ديما قبل الاكل بساعه ونص. من جهه زيت الزيتون على الريق تجنب كل المواد الحيوانيه 100% والمزيد من التركيز وتعميق العمل مع المتابعه
لتتاخذ لنا تقريبا هذا المشكل 6 شهور ديال العمل، ثاني يجيب الملف ديالو ونتابع معاه بطريقه جيده متميزه. فقط لاحظت الناس فهم يقيدوا هذه الوصفات باش يضبطوها، وملي تنتبعوا تنجحوا تنحاولوا نقيدوها بالدفتر ديال الوقايه اللي كنا هضرنا عليه سلفا، باش منين نجحوا بالطريقه اللي نجحنا نعاودوا نكرروا عمليه النجاح بدون فشل وبقيمه عاليه من جوده عاليه في المتابعه ان شاء الله. طيب ناخذ حسن دملال. حسن السلام عليكم. تحياتي لك وتحية للدكتور اللي معك. وتحية لك، تفضل. شكرا. بالنسبة لي أخذ الدكتور العلوي المصاب بالسكري منذ 10 سنوات هذه. وكندق الأنسولين 3 مرات في اليوم. ولكن في الأونة الأخيرة نحس بالتعب الشديد وإرهاق في المفاصل ونوع من العياء، وأيضا من ناحية ديال البرود الجنسي. دواء على هذه المسألة. شنو عندك من عند دابا؟ عندي 34 سنة دكتور. الوغ نعم، شو غتاخذ زيت الزيتون على الريق ساعتين قبل اي اكل على 5 الصباح، وثانيا تاخذ الماء والبصل مع خل التفاح نص ساعه قبل اي وجبه، مثلا 7:30 مزيان تاخذها قبل الفطور بنص ساعه، ومع 10 تاكلش فقط بعد ساعه، وقبل الغداء بنص ساعه، ومع العصر وقبل العشاء بنص ساعه، ومن يجي تنعس ديرها واحد 3 اسابيع، اولا السكر غادي تنخفض وتبدا الحيويه. الغريب في الامر هذه وصفه للتنقيه، ليس فقط لتخفيف كثير من السموم من الجسم. حنا ملي تنستعملوها بهذا الاسلوب الجسم تيعاود يجدد مناعته من جهه وحيويته من جهه ثانيه، والقنوات الدمويه تبدا تثبت الدم بالطريقه الصحيحه، وتلاحظ ان جسمك تيبقاش في ذاك الخمول، والدم تيطلع الى 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 الجلد ديالك، تتحس بواحد الحيويه واكسجيناسيون في الجسم مهمه. اذا فاذا استبعدت هذا الاسلوب هذا لمده 3 اسابيع غادي لو تتصل بنا باش تبشرنا، واحد. وثانيا لاشتي السكري تنخفض غادي تتصل بالطبيب وتشوف الكميه ديال الانسولين غادي تنخفض شويه بشويه، فدير وثيقه او ورقه اللي تقيد فيها هذه المعلومات مع العباره ديال السكري ان شاء الله بالشفاء. اتصال اخر. الهام من مراكش، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا اختي امينه، لاباس عليك؟ كلشي بخير. اهلا دكتور، نشكرك على هذا الشيء اللي كتعطينا. نشكرك بخير. انا بغيت غير نسولك، دابا سمعتك بان قلتي الوصفه اللي كتدير مجانيا نص ساعه نص راس المعلقه في الكاس ديال الماء. معلقه صغيره. حيت جيت عندك انا للدار البيضاء وخديتها، ولكن راجلي كيدير راس ديال ما كيشربها نيش، يعني ما كيديرهاش في الماء ويصفيها. ماشي مشكل لا شربها. ماشي مشكل. وانا نجوزك بخير بالنسبه للعصر ديال البصل، هو دابا كيدير النهار كله في الخدمه من 8 حتى 8، يعني 12 ساعه النهار كله. واش ممكن كي غندير لها بالليل؟ واش ممكن ياخذها بالليل او لا؟ ولا زيت العود على الريق؟ نعم. على زيت العود تياخذها بعدا. زيت العود تياخذها على الريق لانها تخرج في 5 الصباح، ولكن العشيه ما كيرجعش 7 8. بالنسبه للعصر البصل ما يمكنش يدير في الخدمه. غادي ياخذها من يدخل الدار. وياخذوا قبل العشاء هذاك 8:30 وفي الليل يجي ناس. واه غير كتعطي المرات ماشي مشكل، لان فاش كنسمع كتقول 7 9 11 يعني تقريبا 10 دوزه. فوالا. وبالنسبه لمن غادي يكون في دارو، مني غادي يكون في العمل، ياخذ المواد اللي تكون بحال المعدنوس، بحال منبات القمح، بحال منبات الحلبه، يركز على هادو اكثر. وخبز ديال الشعير عمل يوم ياكلش ماكله اخرى الا شي السمك اللي غادي يقدر ياكله في دارو، وهكذا ان شاء الله تكون. احكي احكي به شحال المده تبع دابا؟ شنو؟ شحال المدة تبع الزوج ديالك؟ يلا خدينا عندك الدوينة تقريبا دابا، غير من قلتي لي الصوت تقريبا دابا شي 15 غادي جيت لك. غادي تحسي كيف الفرق؟ شنو الحمد لله، لأن أصلا جاتني مع التحاليل ديال 3 موان داك البيلون اللي كيعاود، ودابا إن شاء الله حنايا كدعي نوصل باش إلا كملوا إن شاء الله نعاودوا التحاليل نعاود نجي عندك. مبروك، ألف مبروك. السلام عليكم. بارك الله فيك. شكرا لك. أمينة أمينة أمينة، الله يعطيك الصحة واحد السؤال آخر إلا كان ممكن. تفضلي. أمينة. في موضوع السكري؟ لا ماشي السكري. الله يجازيك بخير. مرة أخرى الله يجازينا كنا بخير، ولكن باقي بعدنا اتصالات أخرى ورسائل أخرى باقي ما جاوبناش عليها. سمحي لي مرة أخرى إن شاء الله. أنا سيقول لك حنان من تمارة، عافاك راني صيفطت لكم كتقول بزاف ديال الميساجات، وأنا بغيت نسول الأستاذ يقول لي على واحد السيد عنده سكري وعنده ألم ديال واحد لامالادي سميتها زونا، وقال له الطبيب راه ما عليك غير تصبر وصافي. هو حقا تتمشي الزونا، ولكن تتخلي الألم يسالي ما عالجهاش. فاول شيء انه يتعلم الناس ياخذوا الماء والبصل 7 مرات في اليوم مع العسل او مع الماء او مع خل التفاح والماء 7 مرات في اليوم، زيت الزيتون على الريق، وتجنب كل المواد الحيوانيه والمعلبات، بدا ياكل الامور الطبيعيه 100%. كل ما كانش طيبه كل ما افضل، وذاك المكان حاول يديروا له ان كاتابلازم البيخه، غادي ياخذوا اما الثوم مسلوق
سبعة الحبات مثلا حسب الكبر ديال البقع مع شوية ديال المعدنوس وشوية ديال إما نحل ميت ويتحنوا ويربطوا على المكان وإما يديروا مع شوية ديال زيت العود والمرجان أو العسل. إذا فهؤلاء يديروا لبيخات يخليها في الليل من جيناس أو ثلاثة مرات في النهار مع تسعة صباح إلى ساعة مع أربعة العشية إلى ساعة وفي الليل يديرها وينعس بها تصبح وحيدة. هذا أسلوب الأساليب اللي إن شاء الله غادي يخفف الألم. أما لا بدأ بلا ساعة النحل حول المحيط ديال الزونة يكون أفضل. طيب سؤال دائما إحنا على الماء والبصل وزيت الزيتون دائما كنطرح أسئلة جاية في هذا المجال مش مشكل من السؤال عن المرجان. تقول لك واش يصلح لي أنا إذا بغيت نقص من التدخين؟ واش عنده شي نفع عنده شي علاقة؟ هو الغريب أنه الناس اللي خذوا المرجان تياخذ مثلا جوج معلقات كبار مع كاس الماء ومع العسل كلهم اللي خذوه تيشهدوا الشهادة السارية أنه تقية والدود ولصخ من الأمعاء. جهاز هضمي وهذا كله كذلك بنفس نتائج تكون غير الفرق اللي غادي يدير انسان يغلي كاس الماء ويدير فيه البصل جوج معلقات كبار جوج معلقات المرجان معلقه العسل هذا غادي ينقي حتى الجهاز التنفسي وان شاء الله تكون بنتائج كبيره. نعم واسمس اخر تقول لك الله يخليك واش يصلح لي الماء والبصل وانا حامل في حموضه ديال المعده؟ هو حموضه المعده الماء والبصل جيد الماء مغلي بوحدو كافي اذا جوج كيسان يكون نص ساعه جوج كيسان كبار ديال الماء مغلي يكون نص ساعه اذا يسني ديال 3 حتى 5 المرات بخصوص الاستعجال وعلاج الاستعجال بوحدو في الماكل في البلاصه تنستعملوا هذا الاسلوب هذا كاين البطاطا الخضراء كاين مغلق قشر الرمان الانسان يشربوا في الحين وكل ساعه يجدد العمليه وهكذا ان شاء الله نضبطوا حموضه المعده بطريقه جيده فقط انه قرص النحل مفيد في حموضه المعده والمرجان كذلك ولكن مع مدى المراه الحامل فقط الماء مغلي فيه. حنا 32 سنه كتقول عندي السكر هذه 5 سنين كندير واحد الادويه نسميوها قالت ولكن لونتيس ولا ما نعرف ديما طالع عندي الله يخليك استاذ لونتيس ديما طالع شو هذا لونتيس ما نعرف هو قالت لك شنو النصيحه اللي ممكن تعطيني ونيت اجي باش نقرا هاد الادويه اللي تاخذ واش يعني ولا لا الوغ تاخذ يمكن تاخذ شي اندوز كبيره ديال الانسولين هذيك كميه تجاريه على كل حال اللي احنا اللي تهمنا هنا هو ديما الانسان ملي تيحل وما تيعرفش تيستعمل الماء مغلي بوحدو كافي كاس جوج ثلاثه كانت عنده التونسيون مزيانه يستعمل ورق الزيتون كانت طونسيون طايحه ياخذ شويه القرفه نص معلقه صغيره مع شويه الماء ويصفيه كان عادي ياخذ الماء والبصله كانت شك ياخذ غير الماء مغلي كاس وكل ساعه ياخذ كاس كبير الحمد لله او ربع ساعه الا كانت مساله فيها استعجال وهكذا يمكننا ننقيو الدوره الدمويه ونخفض السكري بطريقه بسيطه جدا فقط الانسان ما يستعملش الاساليب القاطعه او المزعجه الحاجه اللي تكون فيها شك او فيها كيماويات قاسحين فلذا انه ديما الطبيب يعطي الحساب والعبار باش يكون انسان هذا وثانيا الماء المغلي امن فتيقض السكري لانه تنقذ